مضغ العلكة سيكلفك غرامة ب100,000 دولار، أما قطف زهرة قد يفقدك 6,000 أخرى. وماذا عن غرامة ارتداء الشباشب؟ تعرفوا معنا على أغرب الغرامات حول العالم. لو زرت شاطئ أكليمان بمدينة سينوب شمالي تركيا، فإياك أن تفكر بقطف إحدى الزهور الزنبق المهددة بالانقراض، فقد يكلفك ذلك غرامة تعادل قرابة 6,000 دولار، في حين إن قطف صبار معين بولاية أريزونا الأمريكية قد يعرضك للسجن لمدة أقصاها 25 عاما. عليك عيون لابتنا. أما إن كنت تعتقد أنك تمتلك صوتاً جميلاً وتهوى الغناء في الأماكن العامة، فربما عليك كبح جماح رغبتك بالغناء عندما تزور رومانيا، وإلا سيكلفك صوتك غرامة مالية ب250 يورو لأنك أزعجت الآخرين بغنائك. وإن قررت الذهاب لإيطاليا لمدينة سينكويتير السياحية بالتحديد، فحذاري من ارتداء الشباشب بشوارع المدينة لأنه سيكلفك الكثير، وستدفع غرامة تتراوح بين 50 إلى 2500 يورو. وفي حال لم تهتم برفاهية كلبك في تورنتو الإيطالية، فتجهز لغرامة تصل إلى 500 يورو. أما في جنوب شرقي آسيا حيث سنغافورة، فلا تتجرأ وتمضغ العلكة بالأماكن العامة وإلا ستخسر 100,000 دولار، بحجة أن العلكة تجعل الطرق والأرصفة قذرة للغاية. ولا تظن أنك تمتلك حرية عدم غسل سيارتك إن كنت بدبي، إلا إن كنت مستعداً لدفع غرامة ب817 دولاراً. وإذا كنت من أصحاب هواية جمع الحصى والرمل، فأنصحك بتجنب التهور وحمل تذكارات من شواطئ سردينيا بإيطاليا كي لا تدفع غرامة تفوق 3,000 دولار. ونختم بسويسرا الملقبة بملعب العالم، فإن مخالفتك لارتداء الملابس المناسبة عند صعودك لجبال الألب سيفقد محفظتك 100 دولار كاملة. أي الغرامات هذه أكثر إثارة لدهشتك؟ وهل تعرف أغرب منهم؟